توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن 6 جرافات عسكرية توغلت لمسافة عشرات الأمتار انطلاقا من السياج الأمني الفاصل بين خان يونس وإسرائيل، وباشرت عمليات تجريف في المنطقة. وهذه هي عملية التوغل الإسرائيلية الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قبل نحو أسبوعين. معنا من غزة مراسلنا محمد المشهراوي. محمد، ما هي المعلومات الأولية؟ لماذا توغلت هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية؟ وما رد الفصائل الفلسطينية أيضا حول ما يحدث؟ ما يحدث هو توغل ل6 جرافات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من السياج الأمني شرق بلدة الفخاري، تحديدا شرقية مدينة خان يونس. وتقوم هذه الجرافات العسكرية الإسرائيلية بعمليات تجريف في الأراضي الزراعية للفلسطينيين في المنطقة. توغلت حوالي 100 متر تقريبا داخل قطاع غزة، هي منطقة زراعية مكشوفة. اعتادت الآليات العسكرية تجريفها وأحداث مثل عمليات التوغل التي نشهد الآن بين حين وآخر بذرائع أمنية. إسرائيل دائما تسعى لألا تتخطى مزروعات الفلسطينيين في تلك المنطقة ارتفاعات معينة كي لا تحجب الرؤية وكي لا تشكل خطرا أمنيا كما تقول على المواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة، وبالتالي تقوم دائما بمثل هذه العمليات من التوغل أو تحت مسمى عمليات صيانة للسياج الأمني خشية عمليات تسلل لفلسطينيين داخل إسرائيل. تحت هذا العنوان دائما ما تنفذ إسرائيل عمليات التوغل في أكثر من منطقة حدودية بينها وبين قطاع غزة. هذه العملية هي الأولى التي تسجل منذ توقيع اتفاق أو منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 21 من الشهر الماضي قبل حوالي 2 أسبوع تقريبا. وهذه تأتي أيضا في ظل استمرار حالة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل رغم وقف إطلاق النار. إسرائيل لا تزال تواصل إغلاق المعابر، منع المرضى من التنقل للعلاج خارج قطاع غزة، منع إدخال الوقود إلى محطة توليد الكهرباء وغيرها من المواد الأساسية والبضائع للفلسطينيين. وأيضا يقابل ذلك حتى الآن بصمت من الفصائل الفلسطينية. على الأرجح ستمر عملية التوغل دون يعني تبعات لها. الفلسطينيون هنا ربما حرصون على ألا تتوتر الأوضاع أكثر، لا سيما مع الجهود المصرية والدولية التي تسعى لترسيخ وقف النار في غزة. من غزة مراسلنا محمد المشهراوي.